اليوم شلون الناس تسترجع أموالها؟ بعد الحكم وحيثيات الحكم وطبيعة الجريمة اللي هو الجرائم المالية في قانون رقم 106 يحتم على الدولة بتطبيق قانون وإجراءات والتزامات البنوك والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية بالكويت بمراسلة وحدات التحريات العالمية تطبيقا لمنظمة إيجمونت العالمية للحجز على الأموال التي استخرجت بموجب هذا الحكم والجريمة واسترجاعها إلى الكويت. في السابق كان حكم غسل الأموال هي لاسترجاعها لأموال الدولة وخزينة الدولة، ولكن الحكم هذا لطبيعتها وتعاقدات مع المجتمع هناك المادة 40 كل الأموال التي تسترجعها الدولة ترجع لصالح حسنين هي في التعامل وهم المتضررين في هذه القضية. فاليوم الدور في استرجاع الأموال، هناك جزء من الشركات بدأت تطبيق والتحرك ونبي نحث جميع الشركات لأن التطبيق مو سهل. الشركات 63 من ضمن الشركات، من ضمن 63 الشركتين اللي تم الحكم عليهم. في شركات قاعدة تروح تعطي المتضررين أو ترجع فلوسهم، تقولك أساس أنه أيضا القضايا هناك شركات بدأت يأخذها الرعب من قانون غسل الأموال وتطبيقه في الكويت، فممكن يبدأ الآن التسويات مع العالم والدفع لهم كاش. وأنا أبي أحذر من هذه الفترة أن إذا الشركات بدأت التسوية معاكم في عقود أخرى أو مشاريع أخرى وقفوا، لأن التسوية يجب أن تكون عن طريق طريقتين رسمية اليوم، لا تأخذ إقرار دين أو لا تأخذ تشيك غير مصدق أو لا تأخذ عقود وتسويات ووعود بمشاريع أخرى. التسويات الحقيقية في هالنوع هذا من الجرائم إما فلوسك ترجع بتشيك مصدق يعني فلوس محجوزة في البنك، أو كاش يرجع لك المبلغ كاش، غير هذه الأمور لا تعتبرها أي تسوية مع هذه الشركة بالنسبة حق الشركات الأخرى.